كما في محافظات أخرى في الضفة الغربية، دأبت محافظة جنين على اتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز السلم الأهلي وتطبيق القانون، وعلى رأس تلك الإجراءات تشكيل لجان للسلم الأهلي لتكون بمثابة رابط للتشبيك مع الفئات المجتمعية والرسمية لدعم ثقافة الالتزام بالقانون ورفض العنف. لجان السلم الأهلي بتأدي أنه نشر ثقافة المحبة والإخاء والمودة والتوحد بين أفراد المجتمع الفلسطيني، حتى يكونوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمنون في تودهم وتراحمهم وترابطهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبدعم من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ومركز شمس لحقوق الإنسان، رتبت العديد من ورش العمل، هذه إحداها، وقد أوصت بضرورة صياغة استراتيجية للتواصل مع كافة المؤسسات لنبذ الخلافات وتطبيق التسامح. للتركيز على العمل التخطيطي وتخطيط الاستراتيجي في موضوع السلم الأهلي. أيضا يعني شكلت لجان رسمية لهذا الموضوع، والتزمت يعني معظم أعضائها للحضور في هذه الورشة. وعلى مدار أكثر من 3 ساعات دار النقاش بين المشاركين الذين مثلوا مؤسسات حكومية وأهلية مختلفة، فدعوا إلى تعزيز الحوار وتطوير عمل المؤسسات المجتمعية، إضافة إلى تطبيق الوحدة الوطنية التي اعتبروها أهم القضايا الواجب العمل على تحقيقها للوصول إلى حالة من الترابط المجتمعي. تجسيد الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات الداخلية، وأهم شيء أن نسيطر على الجيل الشاب، أنه حقيقة هو السبب الأساسي في المشكلة تؤدي لعمل السلم الأهلي. ورغم أن النقاشات اتسمت بالإيجابية، غير أن المشاركين طرحوا العديد من الأزمات التي تعاني منها المحافظة والتي تؤثر بشكل واضح في تطبيق القانون، وأبرزها الاحتلال والانقسام. من الواضح أن محافظة جنين خطت خطوة متقدمة في مجال تعزيز السلم الأهلي وتطبيق القوانين، غير أن تلك الخطوة ما تزال بحاجة لفعاليات ونشاطات مستمرة حتى يكون ذلك مطبقا على أرض الواقع بشكل واسع. من جنين أيسر البرغوثي، تلفزيون وطن.